السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتور رضا، وإن شاء الله بإذن الله نكمل شابتر 1 كده، وعشان المحاضرة اللي هي بديلة للمحاضرة اللي اتلغت بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله زي ما قلنا هنراجع التو كلاسز دول أو التو فيديوز دول يوم غدا إن شاء الله، يوم السبت بإذن الله تعالى، وناخد شابتر 2 باذن الله. مفيش قلق، الشابتر ده هنلمه مع بعض وهتبقوا مطمنين والامور هتبقى زي الفل ان شاء الله، مفيش قلق من اي نوع باذن الله تعالى. المهم ان انا هشوفكم بكره اخيرا بعد الاجازات دي كلها، ودي حاجه تسعدني ان شاء الله، واتمنى تكون تسعدكم ونتعلم مع بعض از تيم، وان شاء الله كل الامور تبقى زي الفل. الجزء اللي بعد كده في بنوته من بناتي او كمان ولد كمان بطالب كمان طلب ان انا اعد له الحته بتاعت الجول كونفليكت والجول كونفليكت والجول كونجرس ان شاء الله باذن الله كونجرنس. فان شاء الله باذن الله هنراجع الحتتين دول عشان نبقى مطمنين منهم. احنا قلنا يا جماعه ان احنا بيبقى عندنا شركه او فرد، على فكره شركه صغيره او شركه تملك لفرد زي ما هنعرف بعد كده، او شركه كبيره عايزه هدف معين، عايزه ان هي مثلا تسجل زي ما قلنا. بلاش بقى نجيب مثال اخر، نتعلم مع بعض مثال اخر. عايزه مش اسماء العملاء بقى زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت، لا دي عايزه تعمل او تسجل النقديه اللي داخله واللي خارجه. بلاش، طب ناخد حاجه تانية، انفنتوري. عايزه تسجل الانفنتوري، الاند والايه والبيجيننج، صح؟ مش احنا عندنا في الانفنتوري بيجيننج بالانس وعندنا اندنج بالانس وعندنا انبوت اللي هي بيخش، زي مثلا لو ناخد مثلا مخازن الماده الخام بيبقى فيها ماده خام والانبوت بتدخل لها ماده خام والاوتبوت تطلع من الماده الخام. وبالتالي العمليه الحسابيه دي عايزين مثلا ايه حاجه كده سيستم، وليكن مثلا انترنت اوف ثينجز ده سيستم كده، هبقى برضه اعلمه لحضراتكم يعني بعيدا عن الامتحان تبقوا عارفينه. ده برنامج بيدير او حاجه بتدير الانفنتوري. طيب ده الجول. طب الانترنت اوف ثينجز بقى ده تحتيه سب سيستم فظيعه، نوع الماده الخام ورقمها وحجمها وطولها، سب سيستمز رهيبه جدا باهداف مختلفه كبيره جدا. لما يحصل بقى ان اي تعارض بين الاهداف الفرعيه ده الجولف كونفليكت، لان التعارض بين الاهداف الفرعيه هياثر على الهدف الرئيسي للبرنامج، صح؟ if we have a conflict between the subsystem we will affect absolutely we will affect the main goal for the program او في السوفت وير او الانفورميشن اكاونتنج او الاكاونتنج انفورميشن سيستم. اما الجول كونجرنس بيبقى لما ان احنا مش ده ممكن ما يبقاش فيه تعارض، ولكن بقى ده الجول كونفليكت. الجول كونجرنس بقى لما يبقى بعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، وانا بعمل ديزاين للسب سيستم لازم يكون كونتريبيوتنج مع الاورجنايزيشن جول، وده فيه صعوبه بالغه، تمام؟ ودي طبعا الجول كونفليكت يا جماعه سهل التغلب عليه. ليه؟ لانه بين السب سيستم مع بعضها مع السيستم از اول ده نقدر ان احنا ايه نتغلب عليه. خدوها بقى من اخوكم قاعده، التنسيق بين بقى اي حاجه تخص السيستمز والاورجنايزيشن اوفر اول ده بيبقى صعب جدا، خصوصا لو كان في مور كومبلكس ادمنستريشن، اداره معقده او مور كومبلكس اكتيفيتيز. الحاجات دي كلها بتخلي في صعوبه في التنسيق بين اهداف البرامج الفرعيه او الاساسيه مع الاورجنايزيشن از اول. اتمنى اكون المره دي يعني اتظبطت، والمره الجايه برضو يوم السبت هنقولها باذن الله. بالنسبه للجديد بقى، ما معنى النص الثاني من الشابتر 1؟ What's the meaning of accounting information system؟ Accounting information system معناه ايه؟ ده سيستم، لا ده بقى سيستم مربوط بالمحاسبه. بص بقى، سيستم كوليكت وريكورد وستورز ايه؟ داتا. يا دكتور ما عندناش دعوه بالمحاسبه لحد دلوقتي. صح، انت صح. To produce information for decision making، امسك decision makers بس، خلاص يبقى دي احنا دي داتا محاسبيه. لان انتوا عارفين طبعا ايه هي الاكاونتنج يا شباب، طبعا انتوا شاطرين وخدتوا محاسبه وعارفين ده ومتاسسين فيه كويس. الاكاونتنج ايه هي يا جماعه؟ اكاونتنج از ا تول تو ميجر اند ديسكلوز داتا او انفورميشن. وبالتالي طالما هنعمل لمين؟ لليوزرز او الديسيجن ميكرز. سو ان ذس ديفينيشن اف وي say that the system that collect and record and store and process data to produce information for decision maker, so we're talking about accounting information system that can
كمبيوتر سيستم، مانوال سيستم، كمبيوتر بيزد سيستم. طبعا في يا جماعه حاجات بتبقى مانوال، في حاجات بتبقى هايلي ادفانسد 100% كمبيوترايزد، وفي حاجات ان بتوين مانوال اند كمبيوترايزد. ركز بقى هنا، خلي بالك خلي بالك، هشيل كلمه داتا في التعريف ده واحط انفورميشن هيبقى غلط يا اولادنا. ها السيستم كوليكت داتا، لان انتوا عارفين ان السيستم بيبقى هيز ميشن هيز تاسك is to transfer this data to information. Okay. يبقى تخلي بالك من السؤال اللي انا قلته دلوقتي. AIS function. طبعا زي ما قلنا collect record data about organization activity. Process data. يعمل شغل في الداتا دي ويحولها لايه؟ لمعلومات مفيدة للdecision makers. يعني بيعمل provide للefficient او adequate control to safeguard the organization asset. ساعات بيبقى عندي كاش مهدرة بسبب ان انا مش قادر اعمل كنترول عليها، بتجيب نظام محاسبي زي الكاشير كده، عارفين النظام الباركود اللي بيعملوه في المحلات ده، طبعا بيعمل مراقبة يومية للانفنتوري وبيعمل مراقبة يومية كمان للكاش، وبالتالي بنضمن القصة دي. لما نيجي بقى للديزاين، طب خلاص يا دكتور احنا عرفنا دلوقتي يعني ايه AIS، وعرفنا ان هو بيعمل transfer للداتا to information for decision making او makers. بعد كده خدنا الفانكشن اللي هو بيعمل كوليكت وستور وبيسهل الدنيا. طب عايزين نعمل الديزاين، قلنا الديزاين ممكن يكون مانوال عادي جدا، ممكن زي نظام المشتريات زمان بنعمل ورقه وقلم، فاكرين نظام السجلات؟ انا بديكوا امثله عشان تسهل عليك، لان انا هجيب في الامتحان الامثله دي. اوعوا تفكروا ان انا هجيب حاجه كده تعريف، بكره نتكلم مع بعض ونقول لكم الموضوع ده. بنسل يعني نظام المشتريات بتاع زمان، ده يعد من الديزاين بتاع المانيوال. في نظام اخر، في نظام اخر ممكن يكون كمبيوترايز زي الاكسبرت سيستم. اكسبرت سيستم معناها نظام خبير، تجيبه يعمل لك الوظيفه ما تديش ايدك، تديش ايدك خالص خالص، تمام. وفي ان بتوين، تعمل حاجه بالايد وتوديها تتعمل كمبيوترايز. في 6 كومبوننتس للترانسفير داتا انتو انفورميشن. عايز كلمه واحده من السته، بيبل، يبقى الانظمه بتتكون بيبل، بروسيجر عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل كولكتنج وبروسيسنج، داتا، سوفت وير بقت انفورميشن، ونخلي بالنا من السكيورتي والسيف جارد. شايفين يا جماعه الست مكونات بتبقى ازاي؟ بيبل هو اوبريت سيستم، بروسيجرز الداتا بتاعت الاكتيفيتي بتاعت المنشاه، السوفت وير اللي هستخدمه على الداتا، الانفورميشن ستراكشر، الكمبيوترز والماوس والكيبورد والحاجات دي، والنت والانترنت والواي فاي والقصه دي كلها، والانترنال كنترول والسكيورتي. والنقطه رقم 6 هي اصعب نقطه في البيئه الحاليه في الانفورميشن سيستم. ليه بقى؟ اتس فيري هايلي كومباتيتيف، فيها منافسه عاليه جدا، لان او فيها تشالنجنج، منافسه نفسها هي فيها تشالنجنج عالي جدا، ان احنا بنحاول ان احنا نخلي بالنا على البيانات والديتا بتاعتنا، ودي المفروض بتسمع في العالم هاكرز على كذا وهاك على كذا وهاك على كذا، وخد داتا بتاعت شركه كذا واستعملها في كذا. حتى في الالكشن في الانتخابات لاكبر دوله في العالم حصل هاكينج والكلام ده كله، وبالتالي الهاكينج والسيف جارد بتاع المنشاه ده في منتهى الاهميه، ودي تقريبا نقطه القلق زي ما سميها كده، او اللي تشالنجنج بوينت فور اني اكاونتنج انفورميشن سيستم اور اني سيستم از اول. وده بصوا يا جماعه الشكل ده هجيبه اكمل، فخلي بالكوا الشكل ده ممكن اجيب لك حاجه منه ناقصه واقول لك تكملها في الاختيارات. فيري امبورتنت اورجانيزيشن كالتشر بزنس استراتيجي انفورميشن سيستم، اللي في النص اي اي اس. مش فاهمين حاجه يا دكتور؟ بص يا سيدي، الاي اي اس ديزاين ده، الاي اي اس ديزاين ده لازم يكون مرتبط بالتكنولوجيا المعلومات، لان الانفراستراكشر هي اللي هتعمل لك نظام. استنى، في ناس مش فاهمه ايه الفرق بين الاي اي اس والانفورميشن تكنولوجي. بص يا اولاد، الاي اي اس ده دي اكاونتنج اوفيشال سيستم، ده سيستم بنشتغل عليه عشان يساعدنا في جول معين. اما الانفورميشن تكنولوجي دي تول بس يعني ايه، او وسيله بستخدمها مع الاي اي اس عشان احقق السيستم ده او ابنيه، زي الانترنت مثلا، زي الكمبيوتر. السيستم بيتحط على الكمبيوتر ده بالبلدي خالص اهو. وده طبعا لازم يكون الايه الاورجنايزيشن كالتشر تبدا ده تقتنع بده، عشان ما يبقاش فيه ريزيدنس. يعني تيجي مثلا هنفترض ان واحد فيكم شغال في محاسب مثلا في شركه بتبيع مثلا منتج صغير، واجي اقول له ايه، لا الشغل المانوال اللي انت شغاله ده ان يور رايتنج او ان يور رايتنج انتريز او ان يور ريكورد انتريز اللي هي تسجيل القوائم اليوميه از توتالي رونج، we have to change it to totally computerized.
يعني انت بتقول له حول لي كل ده الكمبيوترايزد، يقول لك روح العب بايه، معيش فلوس. هنا بقى الريزيدنس اللي بقول عليها، لازم يكون الكالتشر متوفقه مع الانفورميشن تكنولوجي عشان نبني الاي اي اس في ظل استراتيجيه مهمه جدا جدا. السلايد ده نخلي بالنا منه. الفاليو تشين، الفاليو تشين دي يا جماعه بالراحه كده، في شركات صناعيه، الشركات الصناعيه دي بتبقى عندها thousands of activities. طيب هبسطها بالراحه، هنفترض مثلا ان احنا عندنا ستيل كومباني، شركه حديد. الستيل كومباني دي بيبقى عندها انشطه كتيره جدا جدا، ما بين التقطيع والتخزين والايفورت اللي بيتبذل في اكتيفيتيز كتيره جدا جدا، والمراحل والورك بروسيس، عمليه الانتاج اللي تحت التشغيل، والفينيشد جود اللي هي السلع المنتهيه، والماتيريال اللي هي المواد، عندها ماتيريال وعندها سلع نصف مصنعه بالعربي اهو اللي هي ورك ان بروسيس، وعندها فينيشد جودز، وبالتالي عندها انواع كتير جدا من المنتجات، وبالتالي عندها مليونز ثاوزندز اوف اكتيفيتيز عشان تعمل ايه الماركت. طيب يا دكتور الاكتيفيتي دي نوعها ايه؟ خلي بالكم احنا هنا خرجنا شويه من الاكاونتنج انفورميشن سيستم والكلام ده كله، احنا هنيجي نقول دورها، بس لازم قبل ما اقول لك دورها وخليك تحفظ، لازم افهمك الاول ايه هي الفاليو تشين. يعني انا ممكن اروح داخل بالسلايد اللي بعد ده اقول لك الاكاونتنج انفورميشن سيستم بتساعد في الكولكتنج في الداتا وبتساعد الفاليو تشين لا لا، لازم افهمك ايه هي الاول الفاليو تشين. الفاليو تشين، فاليو تشين ببساطه شديده جدا بيبقى عندي اكزامبل شركه كبيره عندها اكتيفيتيز كتير جدا جدا، الفاليو تشين دي هي اللي بتعمل كونكشن ما بين كل الاكتيفيتي دي عن طريق نوعين من الانشطه، يا برايمري يا برايمري يا ها سبورت. البرايمري البرايمري خمسه وفي سبورت كمان. طيب ايه دول؟ ايه دول؟ يعني انباوند لوجيستكس والاوبريشنز والاوتباوند لوجيستكس والماركتنج اند سيلز، دي كلها اكتيفيتيز help company to produce. زي ايه؟ زي الستورينج بتاعت الماتيريال، زي زي الاوبريشنز، بنعمل ترانسفورمر للرو ماتيريال انتو فينيش جود، بنعملها من الماده الخام لسلعه نهائيه، بنعمل ديستريبيوت محطات التوزيع، الاتوبيسات والشيبنج اللي بنوزع من مكان لاخر، الماركتنج والسيلز اللي هي بتاعه التسويق وعمليه المبيعات، وفي الاخر خدمه العملاء كاستمر سيرفيس. يا رضا هو ايه علاقه ده بالاكاونتنج انفورميشن سيستم؟ هقول لك بقى دور الاكاونتنج انفورميشن سيستم في الحاجات دي، فكان لازم افهمها لك الاول ولو حتى بسرعه. السبورت اكتيفيتي بقى زي الفارم، زي الفيرم انفراستراكشر، زي الهيومن ريسورس، زي التكنولوجي، زي البيرشنج سيستم، كل دي حاجات بتبقى اكتيفيتي بتساعد الشركه على عمليه الايه البروديوس. خلي بالك من الار ان دي، التكنولوجيا وبحوث التطوير كل ده. يا خبر يا دكتور، يعني انت تقصد يا دكتور ان التسع كاتيجوريز دول، التسع كاتيجوريز دول موجودين داخل الشركه بالظبط؟ في خمسه برايمري وفي اربعه مساعدين، التسعه دول لما يتجمعوا مع بعض تدخل مواد الخام للشركه تطلع فينش جود من الناحيه الثانيه. اوكي دان، فهمنا القصه؟ فهمنا ليه انا بدي الفاليو تشين؟ هسال فيها سؤال، خلي بالكم في الفاليو تشين في البرايمري والحته ديت، وان شاء الله لما ناخد الماتيريال بتاعتنا باذن الله هنحط ايه اسئله على الجزء ده كويسه جدا. بصوا حضراتكم ادي الفاليو تشين، ده من الشابتر بتاع كتاب روني، ده من الناس المشهوره جدا في والستيور بارت، ده من الراجل بتاع بيرسون ببلشنج، وانا اشتغلت مع المنظمه دي بفضل الله تعالى وانا في كندا. البيرسون ببلشنج دي اكبر منظمه بتعمل كتب رائعه. يعني دي الفاليو تشين لو لاحظتوا حضراتكم هتلاقوا، بصوا دي البرايمري، ركزوا على الاسهم، وده السكندري بتاع الانشطه. في نظام اخر، في نظام اخر ممكن يكون كمبيوترايز، زي الاكسبرت سيستم. اكسبرت سيستم معناها نظام خبير تجيبه يعمل لك الوظيفه، ما تديش ايدك، تديش ايدك خالص خالص، تمام. وفي ان بتوين، تعمل حاجه بالايد وتوديها تتعمل كمبيوترايز. في 6 كومبوننتس للترانسفير داتا انتو انفورميشن. عايز كلمه واحده من السته، بيبل، يبقى الانظمه بتتكون بيبل، بريسيدجر عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل كولكتنج وبروسيسنج، داتا، سوفت وير، بقت انفورميشن، ونخلي بالنا من السكيورتي والسيف جارد.
شايفين يا جماعه الست مكونات بتبقى ازاي؟ people who operates a system, procedures, الداتا بتاعت الاكتيفيتي بتاعت المنشاه, السوفت وير اللي هستخدمه على الداتا, الانفورميشن ستراكشر, الكمبيوترز والماوس والكيبورد والحاجات دي, والنتس والانترنت والواي فاي والقصه دي كلها, والانترنال كنترول والسكيورتي. والنقطه رقم 6 هي اصعب نقطه في البيئه الحاليه في الانفورميشن سيستم. ليه بقى؟ اتس فيري هايلي كومبتيتيف, فيها منافسه عاليه جدا, لان او فيها تشالنجينج, مش منافسه, هي فيها تشالنجينج عالي جدا, ان احنا بنحاول ان احنا نخلي بالنا على البيانات والديتا بتاعتنا. ودي المفروض ان تسمعوا في العالم هاكرز على كذا, وهاك على كذا, وهاك على كذا, وخد داتا بتاعت شركه كذا واستعملها في كذا. حتى في الالكشن, في الانتخابات لاكبر دوله في العالم, حصل هاكينج والكلام ده كله. وبالتالي الهاكينج والسيف جارد بتاع المنشاه ده في منتهى الاهميه. ودي تقريبا نقطه القلق زي ما سميها كده, او اللي تشالنجينج بوينت فور اني اكاونتنج انفورميشن سيستم اور اني سيستم از اول. بكده الحمد لله كده خلصنا شابتر 1 بفضل الله تعالى. خلصنا شابتر 1, نراجعه بكره ونظبطه قبل ما ننقل على شابتر 2 ونقول الاسئله اللي فيه, عشان برضو لما ننزل لك باذن الله تعالى الماتيريال فيها اسئله كتير وفيها حاجات تريكس كتير, فلازم انبهك ليها عشان ان شاء الله الطلبه اللي هيستفادوا منها. وده امله احنا ما بنبغاش اي حاجه ولا بنكبرك على اي حاجه, بس اتمنى يكون في احترام متبادل والحاجه دي تبقى متاحه معاك ويبقى بتساعدك, لانها فعلا هتساعدك كتير جدا باذن الله تعالى. بالتوفيق ليكوا ان شاء الله باذن الله. والريفرنس لو حد عايز يرجع الريفرنس, الريفرنس موجود على متاح في الـ في الـ في الباوربوينت, وانا كمان هنزله لو حابين, عشان برضو تبصوا على كتاب روني حاجه محترمه جدا جدا جدا. وربنا يوفقكم ويكتب لكم الخير, وكل سنه وحضراتكم طيبين. سلام عليكم.